رب أسرة يقول: أنا أملك نصابا من المال يوجب علي الزكاة، ولكن لكثرة عيالي وغلاء المعيشة لا يقوم بكفايتي، فأنا غني من حيث ملكي للنصاب، فقير من حيث أن ما أملكه لا يقوم بكفايتي، فهل يحق لي أن أحصل على الزكاة؟ من ملك نصابا من أي نوع من أنواع المال وهو لا يكفيه لكثرة عياله مثلا أو للغلاء في الأسعار فهو غني لأنه يملك النصاب فتجب عليه الزكاة، ومع ذلك هو فقير لأن ما يملكه لا يكفي حاجته فيعطى من الزكاة كفقير. يقول النووي: من كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير يعطى من الزكاة ولا يكلف بيعه. وسئل أحمد بن حنبل عمن يملك النصاب أو يملك الضيعة ولكن ذلك لا يكفيه هل يعطى من الزكاة؟ قال: نعم، والله أعلم.